السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مع بعض الجزء الثالث من امتحان الوورد في الاي سي دي ال تيتشر. الجزء الثالث بيقول لي اول سؤال فيه ادرج مسافة بادئة للسطر الاول، يبقى دي على طول بروح على الملف بتاعي اللي اسمه شركة تأجير السيارات واقول له انا عاوز مسافة بادئة في الفقرة اللي هي بتبدأ بهي شركة، عايزني اعمل مسافة بادئة للسطر الاول، يبقى بدخل على قائمة باراجراف واقول له اعمل مسافة بادئة فيرست لاين، وبشوف انا هنا بالانش ولا بالسنتيمتر واختار الوحدة او الرقم المناسب للوحدة القياس. فهنا عاوز بالانش، يبقى 5 من 10 هي مكتوبة اوريدي، واقول له اوكي. نيجي بعد كده للتالي، بيقول لي في الصفحة الاولى من المستند عايز انشئ فقرة تبدأ بهي شركة لتأجير السيارات وذلك باستخدام النص التاني. فباجي تحت الفقرة، بس على نفسي كده بالسكرول، باجي هنا بالماوس ماشي وانشئ فقرة. فطبعا عشان تنشئ الفقرة يفضل انك تقف في اخر الفقرة الاولانية وتنزل انتر وتبدأ تكتب الكلمة عشان تبقى واخدة نفس تنسيق الفقرة. يظهر الجدول، تمام، ونحط نقطة ونقول له التالي، عايزني أدرك فاصل صفحة، سوري التالت، أدرك فاصل صفحة في الصف الرابع من الجدول اللي اسمه رسوم تأجير السيارات، تمام، تحديدا قبل النص القياسية. طبعا أقف قبل كلمة القياسية وهروح أقول له insert وراح أقول له بيج بريك أدرك فاصل صفحة في الصف الرابع تحديدا قبل النص القياسية ضمن المستند. فبروح اقول له insert page break وانا واقف بالماوس قبل كلمة القياسية، وراح اقول له التالي. عايز اطبق تباعد اسطر مفرد للفقرة التي تبدأ بملاحظة السعة تختلف بين الشركات، فبنزل تحت الجدول واقول له ادي الفقرة بتاعتي اهي، وراح اقول له من قائمة هوم هروح اقول له هات باراجراف عشان اطبق تباعد اسطر لاين سبيسنج بمقدار سنجل اللي هو المفرد، واقول له اوكي، واحفظ المستند بسيف واقول له التالي. في مستند شركه تاجير السيارات البارزه اضف حقل اسم الملف في القسم الاول من او الايسر من التسجيل، ففي نفس المستند بروح اقول له انسرت واقول له هيدر اند فوتر، انا عايز فوتر، وفي الايسر اختار ليفت وابدا راح اقول له كويك بارتس واقول له فيلد، ومن كويك بارتس فيلد بروح اقول له هات الفايل نيم اهو، هيبدا يتم ادراجه واقول له التالي. تمام كده. عايزنا اغير في السؤال رقم 6 هوامش اعلى واسفل، فدي بنروح على بيجلي اوت. طبعا احنا خلصنا السؤال اللي فات، نقول له كلوز زيدر اند فوتر، نيجي هنا نقول له هات لي قائمة بيجلي اوت وهات لي المارجن لانه عاوز هوامش، واقول له عاوز هوامش مقدار 8 من 10 انش لان انا وحدة القياس بالانش، واقول له ابلاي تو اول اول دوكيومنت، واقول له اوكي انا كده عملت المارجن بالمقدار ده، واقول له التالي. عايزني اجاوب على السؤال الموجود في صفحة رقم 7، السؤال 7، فبيقول ايه اي من الاعدادات الطباعة التالية تمكنك من طباعة مستند باكمله، هقول له طباعة صفحة كافة الصفحات ولا طباعة التحديد ولا طباعة الصفحة الحالية ولا طباعة نطاق مخصص، هقول له لا كافة الصفحات، وبيقول لي احفظ المستند فهقول له سيف وراح اقول له التالي. بيقول لي في مستند دعوة للتميز، يبقى هفتح المستند اللي اسمه دعوة للتميز، عايزني اعمل تغيير لاتجاه الصفحة اللي هو الاورينتيشن، فبروح على البيج لي اوت واقول له اتجاه الصفحة اخليه عمودي اللي هو بورتريت،
وعايز حجم الورقة ليصبح لتر، يبقى السايز بختاره لتر، وبعد كده بقول له التالي. طيب بيقول لي استخدم أداة مناسبة لحذف الكلمات، فبروح أقول له هات لي من قائمة ريفيو، هات لي سبيلنج أند جرامر، وأقول له أوكي. فبيقول لي أوكي تاني، لأن طبعا اللغة العربية لازم يكون الأوفيس بتاعها عربي عشان يطلع لك الكلمات المكررة. ثم أحفظ المستند، فأقول له سيف، وأقول له التالي. بيقول لي استخدم دعوة للتميز أهي كرسالة للقيام بعملية دمج المراسلات، فأنا راح أقول له هات لي ميلينج، واستخدمها يبقى ستارت ميل ميرج، واقول له ليتر. بيقول لي مستخدما بقى ايه مستند القائمه البريديه كدعوه للمستلمين، فبقول له سيلكت ريسيبنتس، واقول له يوز اكزوستنج ليست، وهروح اقول له من دوكيومنت ليتمس هات لي القائمه البريديه، وراح اقول له اوبن. يبقى انا كده جاوبت السؤال، واروح اقول له التالي. بيقول لي ادرك حقل كتله العنوان تحت التاريخ، يبقى باجي تحت التاريخ كده بالماوس واقف، وراح اقول له في الميلنج برضو ادرس بلوك اهو، انا كده ضفتها، واقول له اوكي. طيب راح اقول له التالي، هي خطوة واحدة، خطوة واحدة، التالي. قم بدمج قائمة العنوان، هنا عايز نخلص واطلع الدوكيومنت او المستند اللي هيتم طباعته، وهروح اقول له فينيش اند ميرج، هفتحها واختار منها ايديت اندفيدوال دوكيومنت، وابدا اقول له اول زي ما هي لانه ما حددليش ريكوردات معينه او مستلمين معينين، واقول له اوكي. وابدا اقول له ايه المستند الجديد اللي طالع ده بدليل انه اسمه ليترز 1، هروح اقول له فايل وسيف از، لانه طلب مني ان انا احفظه باسم رسائل رسائل، هو مصر يكتب كده رسائل واندرسكور دعوة، واروح احفظها في دوكيومنت لتمس، واقول له سيف. انا كده خلصت الجزء ده، لازم ندوس التالي عشان يسجل، ونقول له انتهاء الاختبار، ونقول له يس. انا كده خلصت الجزء ده من الاختبار، وتقريبا انا كلمة رسائل دعوة انا متلخبطة فيها، وارد ان الاندر سكور تكون شرطة واحدة. تمام، فجربوها انتوا بقى وحلوه، وربنا يوفقكم ان شاء الله.